هذا الفكر الشيعي الاثنى عشر يتجلى بلا تقية. اللي يقول لك اصل احنا مفيش فرق وعايش في الجهل وعايش في ميه البطيخ يرحم نفسه شويه ما يتفرجش علينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمعني. ايوه اتفضل. اي انا اتصل فيك، انا ساكن في السويد، بس كان عندي سؤال ممكن نشرح لي حضرتك مين يا فندم معاي؟ انا كان بدي اسالك اذا هو دين مين انت الاسلام معايا؟ اذا قران. مين انت معايا؟ مين انت؟ انا اسمي، انا اتصل فيك من البيت. اسمك ايه؟ مي احمد. احمد ولا سامع بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ اسمك ايه؟ أنا اسمي أحمد. أحمد شيعي ولا سني يا أحمد؟ أنا الحمد لله سني. تفضل يا أحمد. أنا بس كان بدي أسألك، ممكن اشرح لي شو إذا القرآن إذا دين الإسلام بس قرآن وسنة، ليش في هدول المذاهب؟ ممكن اشرح لي؟ ليش ايه؟ ليش القرآن والسنة الشافعي ايه؟ والحنبل والمذاهبي مو مكتوب ولا فاهم بتقول ايه والله. تسمعني هلا؟ اتفضل بتقول ايه؟ انا قصدي اللي اذا دين الاسلام بس قران وسنه، ليش في مذاهب؟ ده المذاهب دي حاجة اسمها مذاهب فقهية وليست أصولية. يعني إيه مذاهب فقهية؟ يعني حضرتك اسمع بس عشان أفهمك ما معنى المذاهب الفقهية. حضرتك شغال يا أستاذ أحمد؟ انا بفهم ليش في مذهب، ليش في مذهب الشافعي، حضرتك ليش شغال في إيه بس مذهب عشان الامام أفهمك؟ الهند. يا عم أفهمك أنا. أنت شغال إيه؟ انت شغال ايه حضرتك؟ يقطع صوتك، ما تسمعك منيح. مهنتك ايه يا فندم؟ شغال حضرتك ايه؟ مهنتك ايه؟ انا قارئ سيكولوجي. يعني ايه بتشتغل ايه برضو؟ مش فاهم انا. انا اشتغل في الانيفرسيتي، انا اعطيت تعليم السيكولوجي. تعليم يعني في مجال التعليم. طيب حضرتك لو جبنا اربع طبيب نفسي. اسمع، جبنا اربع مدرسين لمنهج اللغه العربيه، تمام، بيدرسوا منهج اسمه اللغه العربيه للصف الثاني الاعدادي. كل مدرس ليه اسلوب وطريقه في التدريس وتوضيح المعلومه وتوصيل المعلومه ولا لا؟ ولا كلهم بيمشوا بنفس النمط؟ لا مو نفس لا ممتاز. فالمذاهب الفقهيه لم تختلف عن الاصل في اتباع القران والسنه، ولكن تلك المذاهب الفقهيه هي من استنبطت احكام شرعيه من القران والسنه على فهم سلف الامه بالتوضيح والتبيان، لكن ما فيش اختلاف ما بينهم. شهاده التوحيد واحده، الصلاه واحده، الصيام واحد، الزكاه واحده، كل تشريعات الاسلام من حلال وحرام واحده، ولكن توضيح المعلومات الفقهيه في امور في استنباط حكم شرعي هي التي تختلف ما بين هذا وما بين ذاك. فهمت حاجة؟ فهمته شكرا فهمته لك. شكرا.